بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا كمواطن تونسي يعني حضرت الأحداث اللي صارت اليوم في باردي. نعتبر كونه كل إنسان تونسي عنده الحق باش يعبر على آرائه، هو حر في التعبير على آرائه. وأنا ضد كل إنسان يخول له نفسه كونه يعتدي على إنسان آخر وما يخليهوش يعبر على آرائه، وما يخليهوش يعبر الحريات، وما يخليهوش يمارس الحريات نتاعه. الثورة اللي قامت في تونس قامت من أجل كونه كل إنسان يأخذ حقه واللي حر ويعبر على آرائه ويعيش في جو من الاحترام، يحترم الناس ويحترموه الناس. وإذا كان الشيء هذا ما صارش فإن الثورة اتجهت في المسار الغير سليم، وبالتالي يجب إرجاع الثورة إلى مسارها السليم. وشكرا. تحية الثورة. في دي بيرسون كي زونت تي لا شغل حرية كرامة وطنية، فما حرام في الحكاية؟ يقولك شغل حرية كرامة وطنية ما تقوليش الله أكبر من غادي. رجعوا عليهم بشعار ذكي، الشعب المسلم يحب يخدم، سيتي تخي نورمال. واضح كي ترجعوا الشعب المسلم يحب يخدم، الله أكبر في الله أكبر في الله أكبر، ضربوا بالحجر. ها هذه شنيا منين جاي؟ شفتها من داري أنا، هذيك رخامة معناها قلعوا رخامة ضربوا بها. ليترونج داج الموجودين فما عباد كبار صحيح، اما فما زيادة برشا برشا برشا، ويمكن اكثر من 60% على مسؤوليتي على وجهي قدامك. بين 12 و 18 سنة يقرا في الليسي، الجمعة جاية سمين بلوكي يمشي حذر، اش قاعد يعمل هنا؟ 12 سنة بالنسبة لي انا 12 سنة سامحوني يا مان في الكلمة مازال ما بلغش، كيفاش يقول لي انت عاونة؟ منين يفهم منه؟ دو إل فيان باغ سا، منين جايبو الشيء هذا؟ الله أكبر على شو هو مسلم، نحن مانيش مسلمين. بعد يضربوا بالحجر اغزموا العباد الموجودة هنا واعية وبرهنة على واعية أنها ما رجعت لحد شيء. اللي خذلوا البوليسية يطردوهم هما يحافظوا على اعتصام هذيك. إيه باي يطردوهم يعودوا يرجعوا، حاولوا باش يرجعوا. معناها للدرجة هذه وصلنا في مرحلة تخلف بالحق. هنا نثبتوا نظرية أنه معناها فما حاجة، أنه الشعب هذايا فقر تعليميا، فقر ثقافيا، وفقر فكريا. سكي فيك ماذا انتج؟ انتج صغار انت 12 و 14 ans du clochardisme virage ta stade hala mokra خلي صور الورقه ذاك البيين صور كنت ليه انا شي دبيه هنا هو محسود تاعو لحظه شفت الكوبه تاعك بدو الشارع ان شاء الله هكا وري الكوبة، هاي الكوبة، هاي الكوبة، هاي وري الكوبة، جيب الكوبة، ويني؟ وين الكوبة يا نانا؟ علوتة هاي، هاي، هاي الكوبة. أنا عندي السكر والدنيا الكل والمراحب لجد. يضرب ضربوا العباد هنا ضربها بالغاز. ناس مرا كبيرة، مرا كبيرة، وناس كبار وولاد صغار غاديك وضربوا العباد بالغاز. نحن مسكرين الباب ويضربوا بالغاز من بين الباب. ما نجيبش الأولاد باش يدخلوا لي يكسروا لي داركم. وصل مش عارف يوصل امي مرا كبيره، امي مرا كبيره زعما لا قدر اغزل سبعه كيفاش كل العباد مرتخالي حبلك ارجع على حلبة حبوا يقتلوها حبوا يقتلوها علاش بالظلم هذا يا عالم يا ناس يا ناس عديها تو شاف هادو هنا تونس هادو فتاح تاع فمارس هذا ما كان نتصوروا زي تي ضربوه سدها من هنا صدوا عليه الباب هذاك وضربوا في الواحد حنا ضرب حنا ضرب انا سي واسمع خلي ضربونا بالغاز ضربوه في الغاز في عينيه انا في سيستم بوليس صوروا